وفي الحقيقة لين خلص البارح تفاجأت من المضمون ومن الشكل. تفاجأت من المضمون في قضايا وكل مباته، وحدها قضية إبراهيم والبكار. إبراهيم والبكار قضيته بسيطة، وطاها هو زخم، هل المصيبة قاع ما طاه لها. بكار من نفسه اللي معني ما طاه لها لين جاته القضية. وذكر انه بكار ما قد طفك، ما قد سالت دمع على ولد ابدا. لا عادي بكلامي خشيه الله خير لي، شو خر ما يبكي. هذا من ناحيه. حسب عليه ياسر في خيمته البابا والحمادي، وهذا لكن انه هو بعد قصر قاع في البابا والحمادي. علاقته يدعيش بالشيخ سيدي المختار سابق علاقه سويد احمد بكنته، سبقتها وعدلت معاه جميع يدعيش، ما فات عاد وش زين. ولا قعد حد من اهل محمد شين، والله حد من اهل سويد احمد بالاخص، وخيمته البابا والحمادي والله خيمه من خيام الشيخ سيد المختار، وقرا عليها وعدلت له شيء. هذا ما هو كفر من قدر. انا عامي هذا جيت للنعمه، ولين جيت نزلت العمل انا وصوني مكس قلتها باب احمد وسيدنا فيد قهاد، ولين جيت ولا قال والله بعد اللي مرحبا بعد حد يا اخوتي ما قد يسول عن الجاي والسويد احمد محمد خاين تاع الشيخ سيدي المختار، بعد ما قد حد يسول عن الجاي. معناها على انه حسب عليه فيه ياسر. ايوه اللي فاجئني منه هو وحد كيف هو، ولاني قاعد له نقول انه سفير ولا ذاك، هو محمد المختار الودادي، والبيت اللي هو منه والمجتمع اللي هو منه كافيه، ما يزيد وظائف الى عاديم من بيت علم وبيت نبل وبيت شرف وبيت صلاح وبيت قضاء هم من اللي قضات. فاجئني منه عبارات جارحه. اراه لا نقول لا يقد حد ينتقدوا عليا، لا حد ما قرا الكتاب، حد قرا الكتاب يعرفني انا لا نسيت على الموضوع تو لا نجاوب شي سبب. ذاك اللي قال فيه وابراهيم كاع لحقناه، وانا بعد ما كنت عالم به جزاه الله خير طالما معلومات اهله كاع كانوا لا يكتب يكتب ثلاث مرات. واحده هو ذكر في الكتاب ان ابراهيم قد بطوهم على مرتين، وكلهم مليلين يبطوه يعطيه هدية البط يسكتوه بشوي يعطوه هذا الكتاب هذا الكتاب. والثاني كتلت منه بكار اللي انشات القضية اللي خلق فيها ذا هو اطرح عليها فام البنية. وابراهيم قال انا ذاك لعلمكم احنا ما هو في طرف يدعيش تقان، وفي طرف يدعيش العصابة سيدي محمود وشرتيت ومهاجر الشرب. ولين جات القضية طرح عليها فام البنية وقال لا يدخل علي أحد، والأول دخل عليه محمد الراشد والعمر العثمان شيخ القوانيط فخر من أفخاذ أبو بكر. قال له محمد الراشد أنت شقلت؟ قال له قلت لا إله إلا الله. قال له قعد. في أثناء ذاك جات براوت كنت المشين طلعوا لقاه المشي والكمبو أولاد البحر وأنتم تعرفوها كاملين، والباس عربة قوديت واللي صليط يعيش بقدو إلى آخره وآخر ما معنا غايبين. ايش عدل؟ قال على انه ولو هذا الحامل كتاب الله ومقني ورجيل وواقع راهو وصف انه لص، راهو الكتاب محمد حمود وصاه ابراهيم انه لص عنده عصابه تهنتت وتشبع هواها في الناس وتقبض منهم وتعدل كل شيء. لا لص لا تلصص، هذا هو في الكتاب. انا ما زدت لين جاته القضيه ايش عدل؟ قال ولي هذا الواقع 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 شهدوني قال مهدر دمه ما تقطر دمعتك انتاوية في ذا الموضوع. ولين جات دعيش اللي ابراهيم كان فيها ولا شوي وقويه شراتي تولى سيدي محمود قال ما انا بعد ماني منفقع. قال ابراهيم اللي بعد انا ماني منفقع. هذا هو اللي خلق في قضيه ابراهيم. قضيه قصر البركه هو الامور هذا النوع ذاك من الامور ما اذا عاد قال حق كيف قلت لكم الله نقول ما فات عاد تعرف الزمن ملائم له قولان. قالوا اولاد ديمان ان الكذب حرام والحق ما ينقال. ما فات عاد قال الحق ما ينقال كم والكذب حرام. المهم في القضيه هو هون مات له، وانا كنت اتحرم منه القاضي به اللي هو باحث ومؤلف كتاب يلا عود قاضي، وهون قضى على حنك واحد. انت لا تكتب وكتبت لا روايه طرف واحد، اللي كتبت كامل قبل من طرف واحد يا الله قبيل الطرف الاخر ومعاك
وموجود تقبل زاد هو ملي عنده ورانا كنت تصل تميل على اللي بغى يتميل عليه اقبل ملي الخطه اللي بحجتهم هما زاد يا ضغط غير باطها يا بوليس واسر قالوا قافي سابق قافك مرضي وقضيت عليا فيه تبان والحنك الواحد ما يقضي يكون مع شارب ولسان يلا اللي انت تقبل يلا تقبل من اللي طرفنا احنا هذا من ناحيه عقب ذاك انت صلاتي دعيش وهذا هو هون اللي ما تمونك عندي قلل منهم ملي والله قاع عطاهم قباهم ويعطيهم المجموعات انها دعمتهم وطاهم في الواقعة سنتين قصبها كفر على الكتان هذا لا يقولون بكل صراحه وطاهم لين تخلص الكتاب تجبر وطاهم والله يقول فيها اللي قافه الكوري اللي دعا اللي نسمع اراد جمهوري ثاني متباركه معاه حلقه في الادب واحد قبل مش من لقنا وطاهر الشيخ المكيين قال له طيت غنايه دون لفته للشيخ اشنو به؟ ما هو فاصل به وانت ما هو لك تطي؟ احنا ملي ما عليك تقبل مزايانا ويلعب دنا انتم حنوني شويه وجدت لكم مجرس طولي شويه اللي طول اعمار انا العتوق ما يتكلم مهانه هاي المجموعه قاعده على نبانا كلامها كامل هذا خلق بصيبته هذه عقب ذاك قال ان فرع الكتان محمد المختار ما شارك فيه بالله الذي امنت به الا شارك فيه محمد المختار شارك فرع الكتان ومحمد المختار هو اللي قبل وجاوا الزرايب العبيد القيطنه وعيطوا لجماعتي دوعلي وقال لهم وقفوا هاي الف شعبنا في دقونكم وانا ندوركم تباع وامير ادرار قالوا له جماعتي دوعلي الحرش وقال لهم الجد ولا احمد شاب الصغير قال وجدتكم مش رسول الطيني جاوا محمد المختار قال له محمد المختار هو احمد سيد احمد احنا اهل مدن وهاي الارض الحاكم تيدو عيش الى اليوم والحاكم هاي الارض اسمع علينا منه احنا مباعين احنا ما عندنا كون الدار والنخله ما ان الباديه لهين رحم لكن انتم اخل معناها ان هذا الكتاب في الحقيقه بل هو الحقيقي لا بوبيل دي ليستوار به اللي ما في ما راد الله نقول اي واحد شوي زي القطر احنا من عهد اجداد المجد وتاريخ الرواد فاتحين البلاد اولاد اللمتونيه بالتغريش ان وحميناها من عناد العرب والطلبه واهل الطيش بقلومتنا وسط الميدان ومدافعنا وقت الطاريش يوم الحرب يظلوا الاقوادي عموم من دمع لاليش وايام اخرين بلا مفاد ذكرت متشفي السلام عليكم ورحمه الله.